أسعار البطاطا تسجل أرقاما قياسية في أوج موسم جنيها، مفارقة لا تجدها إلا في الجزائر، فارتفاع أسعار هذه المادة الأكثر إنتاجا واستهلاكا في الجزائر تطرح العديد من التساؤلات حول من يقف وراء المضاربة، المنتجون أم المخزنون أم التجار، وتطرح أسئلة أخرى حول دور الرقابة ومن يضبط سوق الخضر والفواكه في الجزائر، وهل انهزمت الحكومة أمام هؤلاء؟ أخبار تقول أن المحتكرين والمضاربين يستهدفون شهر رمضان لبسط نفوذهم على المواطن ورفع أسعار البطاطا في هذا الشهر الفضيل، وإن ارتفاع الأسعار لا علاقة له بالتقلبات الجوية. إنتاج وفير وأسعار ملتهبة، من يضبط أسعار المنتجات الفلاحية في الجزائر؟ موضوع حلقة اليوم من برنامج النقاش الاقتصادي. مشاهدينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من جديد لمناقشة موضوع اليوم. أسعد باستضافة السيد شريف عماري، مدير الضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم، مساء الخير. كما أسعد كذلك باستضافة السيد غمام حامد بكار، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية وادي سوف. مرحبا بك سيدي. مرحبا بكم وأشكركم على هذه الاستضافة. أسعد كذلك باستضافة السيد الحاج جعلان، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين دفلة. مرحبا بك سيدي للمرة السابعة. شكرا. كما أسعد كذلك باستضافة السيد سيد علي مكروش، ممثل الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين. شكرا سيدي. مرة ثانية سيد علي. أبدأ معك سيد شريف عماري، وزارة الفلاحة طرح عدد من الأطنان من البطاطا لكسر الأسعار. سعر البطاطا يتراوح الآن ما بين 70 و 80 دينار في بلد ينتج أكثر من 4 مليون طن سنويا، كيف هذه المفارقة؟ شكرا سيدي الكريم، ونشكركم لتطرق هذا الموضوع، يعني موضوع الساعة. في الحقيقة شعبة البطاطا هي من الشعب المتميزة اللي خضعت يعني نتائج ملموسة في خلال السنين اللي فاتت، وحققت يعني مكاسب كبيرة، وهذا راجع للمجهودات نتاع الفلاحين والمزارعين، وخاصة التعطير اللي دارته الدولة والإعانات اللي قدمتها في أجل ترقية هذا الشعبة. بالفعل كما تفضلتم يعني الكميات المنتجة فاقت يعني 4 مليون طن، وهذا يعني رقم الله يبارك، رقم ضخم يغطي الحاجيات ويزيد للتصدير، حتى للتصدير، وفيه يعني حتى أفق باش نزيدوا يعني نروحوا بسرعة باش نزيدوا ندعموا هذا الإنتاج عن طريق خاصة تحسين المردودية في الهكتار. عندنا يعني هامش من المناورة باش نحسنوا، وهذا ما نشتغل عليه في الوزارة بالمرافقة التقنية ومع المهنيين. الآن اللي صاري في البطاطا ما يكفيكش أنا باش يعني باش نعلموا المستمعين الكرام والمشاهدين الأفاضل. البطاطا هي يعني من ميزات كبيرة في الجزائر أنها توزع على فصول متعددة، فيها 3 فصول يعني كبيرة، فيها فصل تاع الصيف، هذا منتوج الصيف ومنتوج الشتاء، وفيها المبكرات، هذا ما يسمى بالمبكرات، وحنا الآن رانا في فصل يعني جني تاع المنتوج تاع الشتاء، هذا اللي انطلق لاريير سيزون، اللي انطلق يعني الجني تاعه من نصفية تاع نوفمبر جاري حتى الآن، يتواصل حتى نهاية مارس. واللي حبنا بها الله هو اللي يعني عندنا يعني تضاريس، وعندنا مناخ متنوع اللي طرقت ليه انت، عندنا في الصحراء، عندنا في الشمال، عندنا في الهضاب العليا، وهذا ما يخلينا نتميزوا على البلدان، خاصة بلدان تاع الشمال حتى أوروبا ولا بلدان متطورة اللي ما عندهاش هذا المنتوج تاع الشتاء. يعني احنا عندنا منتوج طازج في غير الموسم تاعه، وهذا بفضل يعني التطورات اللي دارتها الشعبة، باسكو بكري كانت ما عندناش لاريير سيزون، هذا مكسب كبير ورحمة هذا يعني عند الله، الحمد لله رحمة هذا الله تميز بمناخ كهذا. والرحمة الأخيرة اللي نزيدها لك هي الرحمة تاع الشتاء وتاع الثلوج اللي تبشرت الفلاحين وتبشرت جميع المواطنين، هي خير ونعمة تاعنا. لكن اللي طال المشكل، اللي طال هو احنا في هنا المهنيين بيأكدونا شيء، احنا في مرحلة تاع الجني، ولكن السنة يعني هذا خير من عند ربي، طالت مدة تاع الأمطار،
ما يخفاكش باش تدخل يعني باش تنحي الجني تاع البطاطا هذيك يطلب لك يكون صحو. هاو اليوم بدأت تصحى إن شاء الله بلاك هذا الاختلالات في الجني اللي صارت. أما المساحات اللي يعني اللي كانت منتوجة الآن مساحات متوفرة بشكل كبير هي تفوق 56 ألف يعني لا علاقة للمضاربين في هذه القضية. لا المضاربين ممكن المضاربين اللي رفعوا لا العلاقة ما هيش خزنوا احتكروا العلاقة هي في قضية الوفرة موجودة الجني اللي صار له يعني تقلص الجني باش لكن بالنسبة باش للأسعار باش نمولوا الأسواق ممكن بعض المضاربين يعني تقنصوا هذه الفرصة هذه وهذا ما خلى الوزارة وسيد معالي الوزير كان يعني صرح عليها يوم أمس يعني على الإجراء اللي قامت به الحكومة لأجل تدعيم يعني تدعيم السوق والمحافظة على استقرار الأسعار كانت فيه كمية اللي كانت مخزنة مع المنتجين تاعنا لكسر المضاربة بالفعل لكسر هذا لكسر المضاربة يعني باش نرجع للشيف عماري سيد سيد علي بوكروش كممثل اتحاد التجار الكل يتهم التجار الأسعار الآن في أسواق الجملة 60 دينار للكيلوغرام من البطاطا يعني ما تشوفوش أنه التجار ينتهزوا الفرصة من أجل يعني الانتقام من المواطن أم ماذا؟ شكرا سيدي أنا سعيد جدا أني معكم في هذا النقاش المباشر لمد وجهة نظر التجار. الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فيما يخص الحقيقة والحقيقة هي مرة لازم يقولها الإنسان. أنا أحيي سيد معالي وزير الفلاحة لأنه نية فيه الخير ولكن كان الشركة أو المؤسسة التابعة لوزارة الفلاحة وهي برودا اللي تكذب والدليل عندنا. هذه الشركة من ناحية ماذا تكذب؟ مخزنة أطنان تاع البطاطا وهذه البطاطا ما كي تخزن مدة طويلة تفقد النوعية تاعها تفقد النوعية تاعها ويولي المستهلك يعني الدور المستهلك خاصة المستهلكين اللي عندهم مرض السكر لأن هذه البطاطا تولي حلوة. المدير العام تاع مؤسسة برودا اكتب على الاتحاد العام للتجار والحرفيين احنا نحب نتكلموا خاطر اجتمعنا معاه في المقر وقلنا اعطوني التجار اعطينا له 15 ولاية واعطانا ارقام الهاتف تاع المؤسسات تاعو اللي موجودين على المستوى الوطن يعني ارقام مزيفة. نفهم كلامك انه برودا احتكرت البطالة برودا يعني والمخزون واللي قال راح نغرقوا السوق باش يحطوا الاسعار هذا خطأ. حبيت نطرح سؤال لممثل وزارة التجارة نقول له البطاطا وزارة الفلاحة نقول له المنتوج اللي قال عليه الوزير واش من المواطن اللي كلاه البطاطا هذه واش من التجار او واش من الناحية اللي راهي تباع فيها البطاطا. احنا لاحظنا على مستوى الوطن ما شفناش البطاطا تاع برودا دخلت للسوق. سيد عمر شريف عمري شكرا للممثل الاتحاد التجار باش يعني يكون فيها يعني نصلحوا الامور. هي برودا حاليا يعني ما تكزيستيش يعني خلاص علاش تخزين نو برودا كمؤسسه خلاص يعني الان فيه الدوله قامت بعت الهيكله هذه المؤسسات العموميه تاع الدوله الان توزعت برودا وعندنا الان مجمع تاع اغرولوج اللي يشتغل في اللوجيستيك المعطيات يعني اللي كاينه احنا عندنا مشاريع لكل فصل يكون فيه تم تخزين في اطار نظام الضبط. كل مرحلة عندنا قيمة اللي تصادق عليها الدولة واللي نقوم بها عن طريق الديوان تاع الخضر واللونيلاف وبمشاركة يعني الفاعلين يعني المنتجين. الكميات اللي عندنا احنا باش يعني المخطط نتاعنا باش نكملوا به باش عندنا احنا واحد الوقت نتاع لي سودور يسموه اللي نربط ما بين الفصول. عندنا كمية في الصيف واحد 100,000 طن قمنا بها العام اللي فات درنا 60,000 طن ولاحظتوا يعني كل واحد يعني يشارك باللي الاستقرار تاع الأسعار والوفرة تاعها متوفرة من العام لا فات. علاقة لا علاقة لا لي لا 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 ممكن هذه كش مؤسسة برودا التي متى تم حلها مؤسسة برودا يعني أسبوع ست شهور ولا ست شهر أكثر من تم تنصيب مسؤولين جدد أنا نتكلم على المخزون تاع البطاطا في وزارة المؤسسة اللي راهي حانيين أو اللي فاتت في وزارة أنا ما نهضرش على شخص
ولا على الوزير تكلم على البطاطا مفرة يعني في المخازن في الفريغو وراح تخرج. حبينا احنا نعرفوا هذه البطاطا وراهي لكسر الأسعار. وهذه البطاطا وش من نوعية كان كتجار, كتجار يعني الأسعار الذي يشتريه تاجر الجملة مرتفعة. شوف المواطن أو لكي يفهم شوف فقط شوف المواطن شوف لأننا شوف أمام منتجين المستهلك الجزائري. يعني وزارة الفلاحة تخرج البطاطا تبيع له 30 دينار أو 35 دينار مثلا. أنا ما ناكلهاش البطاطا هذيك، أنا نحب البطاطا تاع 80 دينار ولا تاع 70 دينار. لماذا؟ لأن كاين الجودة وكاين النوعية تختلف. يعني احنا الآن والنوعية. الآن عندنا البطاطا في الأسواق تدير حتى 30 دينار الآن. نوعية رديئة يعني نوعية رديئة. معنا السيد سيد الحاج طاهر الحاج علال. حاج علال الآن هو يتكلم على النوعية، هل إنتاج البطاطا هذه السنة يعني كافي؟ لكن فسرنا لماذا ترتفع الأسعار. هل أنتم من ترفعون الأسعار كفلاحين؟ السلام عليكم. بسم الله والصلاة على رسول الله. أولا نشكرك على الدعوة ونحيي إخواني اللي راه معايا. شوف الأول لازمنا نروحوا للحقائق الموجودة في الميدان، وما لازمناش إنسان بعيد على حقيقة نكلفوه عليها. شوف احنا الفلاحين مهمتنا الإنتاج، أنا نتكلم على الولاية نتاعي. اليوم إذا كان ولاية أخرى تنتج للبطاطا، اليوم مادام رانا في هذه الوضعية لازم هذه الولايات يبانوا اللي ينتجوا البطاطا. أنا نتكلم على ولايتي اللي نعرفها مليح مليح. عندنا أكثر من 9000 هكتار اللي راهي في آخر موسم سي لاريير سيزون اللي غرسناها في أواخر أوت، ودرك نقول لك على الروطار اللي درناه السنة على الغرس من 9000 هكتار. أنا نطلب مع عن طريق المنبر نتاعك اللي يحب غدوة يطلع على عين دفلة يشوف الميدان أنه البطاطا مش مقلوعة، قلعنا من 15% حتى 20% اللي انقلعت قبل ما تطيح الأمطار. أما بقية المساحات الأخرى اللي راه أنا نقولها مع أننا ما ننجموش نتكلموا كلام ونغلطوا به الشعب، البطاطا راهي كاينة في الحقول من قلعت نتيجة الأوضاع عند الأحوال الجوية، ولكن لابد علينا أننا نروحوا للحقائق التي يا أخي الفلاحين عندهم ثلث فصول الخسارة اللي رفدها إلا ربي اللي راداري بها. أنا مسؤول على الكلام نتاعي. أنا نعرف فلاحين أقسم بالله غير عايشين في الكريدي، والروطار اللي درناه في الغريس نتاع لاريير سيزون درناه لأنه كيما طاقوش يغرسوا من بعد كينا قعدوا في آخر لحقنا لسبتمبر باش زرعنا. اليوم البطاطا وجدناها وبالديون اللي راهي مترتب على الفلاحين نتيجة التدهور تاع الوضع نتاع الأسعار اللي فاتت ثلث فصول، لا سيزون الاولانيه نتاع 2015 لاريير سيزون اي لا سيزون هذه تاع الصيف اللي فاتت. ما عليناش اليوم البطاطا راهي موجوده على مستوى الحقول والانتاج موجود، وفي عين الدفله اللي يحب يتاكد منها ينجم موجوده موجود. صح اليوم انا تكلمت كنت جاي كي عرضتوني كنت جاي تكلمت مع فلاح مازال حي، افطرت انا وياه في خميس مليانه مع بحضور زوج مسؤولين، قال لي انا البارح بعت البطاطا اللي كانت عنده في اللونغار ب 25 دينار راني مسؤول امام ربي. هذا فلاح، هذا الفلاح من العامره ويدير البطاطا في جندل والانسان بالك راه يسمع فينا دركا. قلت له راك متاكد؟ قال لي رزقي وبعتها قال لي بقات لي 70 قنطار راهي في اللونغار. اذا اليوم احنا ما نحملوش الفلاحين مسؤوليه مش نتاعهم. احنا نهار اللي عندنا عامين ولا ثلاثه، وقلت عامين واحد عام وست شهور، يعني كنا رافدين للريدوات ونقولوا يا المؤمن نروحوا نشري علينا البطاطا ما كانش يشري علينا. الناس وين وصلوا الفلاحين مدوا البطاطا؟ من تتهمون سيد الحاج؟ حتى انت انا نقول لماذا الاسعار ب 70 دينار؟ اسمح لي درك نقول لك انت تكلمت ب 25 دينار من عند الفلاح، لماذا ترتفع الاسعار الى 70 دينار صحة. للمستهلك الجزائري وهل هناك فرق ما بين عوامل؟ عندها زوج عوامل باش نكونوا واقعيين وما نجوش هنا لانه عندما نغلطوا الشعب ما نقدروش نغلطوا الشعب. تفضل. شكرا. شوف اولا الكميه اللي انقلعت في المرحله قبل الامطار يعني كانت تمشي للسوق ومش كافيه، والكميه الكبيره اللي نورمال ممكن انت كنت تفضلت في التقرير نتاعك قلت باللي رانا في عز الجني زني. الناس حبست من القلاع. اذن الخلل راه موجود فيه زوج عمليات، فيه العمليه الاولى انه المنتوج ما انقلعش من تحت الارض، العمليه الثانيه في مضاربه سيد غمام بحامد بكار. يعني واد سوف هذه الولاية التي فاجأت الكثير من الولايات، يعني إنتاج وفير، في رأيك كرئيس غرفة فلاحة لهذه الولاية لماذا ترتفع الأسعار في مادة تنتج
تنتج في, في, في الجزائر يعني وموجهة حتى للتصدير. سعيد جدا اليوم معكم بهذا في هذا البلاطو. حقيقة ولاية الواد ولاية جد غنية ومعروفة بهذا المنتوج الاستراتيجي، حيث من خلال المساحة احنا يعول على الواد في البطاطا المتأخرة موسميا، وان عندنا مساحة جد هامة. يعني إذا درنا ربط دائما نغطي الأسواق الوطنية خاصة في المتأخرة التي بدأنا الجني منذ نصف أو نصف شهر نوفمبر إلى اليوم، القلع متواصل. هناك تتوافد على ولاية الواد شاحنات من كل صوب وحدب، من كل القطر الآن، بدليل تخرج يوميا عندنا حتى 600 شاحنة، 700 شاحنة يوميا تروح. عندنا مؤشرين وطنيين، أسواق الجملة الوطنية عندنا شلغوم العيد الآن بولاية ميلة مؤشر وطني، عندنا أسواق تاع الرفيقو تاع البليدة والأسواق الأخرى الوطنية، الشاحنات كل الترخيمات الوطنية تلحق للواد. نحن ولو أن كان ظروف مناخية، احنا عندنا القلع يومي، ما عندناش إشكال بحكم أن الطبيعة الرملية الخلل اللي احنا شوف. احنا بالنسبه لنا كفلاحين كما تكلم اخي تاع ممثل ولا رئيس غرفه الفلاحه تاع دفله، احنا الفلاحين رانا عندنا عمليه اعتياديه ونبدو القلع. ما عندناش حكر، احنا في الواد عندنا افضليه المبكرات وعندنا التخزين الطبيعي. احنا ما عندناش تخزين تاع في المستودعات او في التبريد في الواد، احنا راهي العمليه طبيعيه جدا رانا نمارسوا في مهامنا كفلاحين. عندنا التجار يجون فهم العمليه التخزين الطبيعيه بما يفهموش غلط. التخزين الطبيعي احنا في الحقول، احنا البطاطا راهي تبقى لنا مادام تحت الارض، تحت الارض الحقل تبقى سليمه. يعني شوف من نص نوفمبر تبقى لنا البطاطا لاخر مارس، وهذا اللي نمتازوا به اليوم في الجزائر. اين الخلل هيمالا؟ اين الخلل؟ الخلل احنا شوف عندنا نسبه انتاج وفيري اسعار ملتهبه. احنا شوف نعطيك على المساهمه تاع الواد، مادام راهي تقريبا عندنا مساحه جد معتبره فقط تقريبا فوق 20,000 وقل من 24، ما نعطيكش يعني اكزاكت، مانيش في علوم مانجمنتيه. وبالتالي اذا نتكلموا على المساحه نتاع اخر موسم اليوم في الجزائر، نتكلموا على الانتاج وفير واسعار ملتهبه. سيد اليوم بالنسبه للاسعار في عرض وطلب، انا نقول باللي الواد راه يساهم 40%، الباقي الان كولايات اخرى ربما العامل الطبيعي خاصه في الظروف. احنا اعطانا ربي الخير تاع ثلوج وامطار هذه ان شاء الله تسميها الغيث النافع، وان هذه الولايات تصعب عنهم القلع باش يكملوا بعض نتاع العرض في الاسواق الاخرى. ربما في مضاربه استغلوا ظرف معين فيها ان شاء الله، استغلال ظرف معين استغلال ظرف معين، وانا نطمن من خلال هذا المنبر انتاج وفير. سيد غمام دقيقه فقط، انتاج وفير لكن التجار الهبوا اسعار البطاطا. سيد علي بكروش، فيه مضاربه. انا نشوف الحين تذبذب يعني والاسعار عاديه، خاطرش لو طون بيوري هذايا ما تنش تا كيصبتو كاع الفلاح ما ينحيش المنتوج تاعو. يعني كما قال الاخ في عين دفله، وكاين فلاحين ما يلحقوهمش لي مونداتير يعني باش يبيعوا المنتوج تاعهم، يسرى تذبذب. ونصرحك انا جيت هنا نتكلم لك صراحه، كاين بعض لي مونداتير او الوكاله اللي صماصره هنا وزاره التجاره، يعني نشكروها كثير كاتحاد الاعلام للتجار والحرفيين، خذت قرار يبدا في اول افريل هي اللي تفرض على الفلاح وتفرض على التاجر ان في دوروت، يعني ما شفنا ورق الطريق ما شفناش سيدي. لا هذا من بعد من بعد احنا كل ما شفناش اتحاد العام للاتحاد الوطني للتجار الجزائريين فاش ما شفناش 70 دينار ما شفناش تدخل اتحاد التجار. لا احنا 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 درنا قافله ونتكلموا دائما لا لرفع الاسعار، لكن ولكن هناك مضاربه. يوجد مضاربه ماشي غير في البطاطا، يعني نشوفوا الطوماطيش راهي راهي مرتفعه يعني بسعر جنوني. لماذا؟ لان انا نتكلم يعني تقول وزاره التجاره انا نخرج المنتوج هذه شركة وزارة الفلاحة باش يعني نكسر الأسعار، بصح ما كانش المنتوج وراه المنتوج تاع وزارة الفلاحة. سيد شريف عماري، شوف هل يوجد منتوج لكسر الأسعار؟ هل هو كيف ستكسرون الأسعار والمضاربة؟ وهناك حديث أنه هذه المضاربة هناك من يخزن لشهر رمضان. نحبنا يعني جاوبنا على التجار، الأسماء التجار أو التجار الجملة اللي يقتنوا السلع من وزارة التجارة. باش يعني نجوزوا النقاط هذو باش نأكدوا عليها. عندنا يعني عينات من عين دفلة وتشوف يعني هذو أقطاب البطاطا،
سيد رايس قال لك عنده 9000، وتقريبا احنا اللي عندنا الاحصائيات حوالي تقريبا 24000، حوالي 40% في فصل هذا تقوم من واتسوف والولايه تاع البويره، عين بسام، الصنام، هذو كاع مناطق معسكر غليزان، هذو مناطق تاع الخير تاع البطاطا. يعني قضيه الوفره كاينه، المجهود قاموا به الفلاحين، الوزاره يتاثر فيهم، المرافقه تاعهم، الممثلين تاعهم قايمين بالدور تاعهم. فيه النقطة لازم نتعرضوا لها باش نكونوا منهجيين، فيه نظام التوزيع اللي مهلهل عندنا هنا، نهضروا على نظام توزيع ماشي غير تسويق، نظام توزيع اللي فيه عدة عناصر. العنصر الأول هو قضية الوفرة، يعني العرض. العرض ما شاء الله المعطيات، وهو قال لك الرئيس تقدر تروحوا تشوفوا حتى انتم معينات وتخرجوا حتى الإعلاميين وتشوفوا العرض راه كاين، العرض راه كاين تحت التراب وراه كاين في المخزون. لذا الوزارة كتنظيم الشعبة دخلت باش تشجع المخزون تاعها، لان فيه ظرف طارئ نتاع هذو لي زانطومبيري كما قال الاخ، اللي خضى الوزير يعني اجراء باش يستقر الاسعار. الان لخرجت الكالاتوس اليوم صباح انا كنت نهضر معهم، وخميس خنشنا ومناطق الجبليه كتيزيوز وبجايه، المخزنين تاعنا والمهنيين تاعنا الفلاحين تاعنا قاموا بالدور، يعني احنا مشكورين ورادين. وحتى يعني الاوبينيون بيبليك المستهلكين لازم يعترفوا لهم بالجميل، هذو الناس اللي قاموا وراهم يخرجوا يوميا كميات باش يحاربوا هذا واش تحكي عليه انت المضاربه هذه، وباش يكون الاستقرار تاع الاسعار. اليوم عندنا اسعار على مستوى مناطق الجمله انخفضت يعني بسبب هذا التدخل السريع، وهذا اللي تخدم عليه الدوله باش يكون فيه نظام للضبط، يكون نظام تدخل سريع ويكون عنده وسائل تدخل تاعه. باقي زين نفتح لك واحد الطريق، هذوك نكمل لك الاخر الفكره، خلي نكمل لك الفكره. عندنا بارونات تاع مثلا الناس المضاربين والناس اللي يحتكروا السوق يشروا البطاطا هي في الورقه، يشروها على الفلاح، الفلاح يدي الدراهم ويروح يرقد. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا الفلاح؟ حتى الفلاحين متوقعين، الفلاح يقول لك ما بحثش بثمن مليح، خاطرش الفلاح يعيا يجيه يسموه يعطيه. هذاك السيد اللي يشري على الفلاح او هذاك المنتج يشري على الفلاح هو اللي يتحكم في السوق، يتحكم بالتليفون، يتحكم في السوق. تفضل استاذ. يعني حتى الفلاح يقول لك ننتهز حتى انه الفرصه، هناك مضاربه، هناك مضاربه. خليني نقول لك. تفضل. شكرا. اللي غير مقبوله من الاستاذ الفاضل، الفلاح ما باعش وراح يرقد، هذه غير ناحيه. انا نقول لك باللي المتضررين الاول والاخير هو الفلاح، والناس اللي راهي تستفاد اللي راهي تجي ابري الفلاح. الفلاح هو اللي يحط 3 ملاير تحت الارض وموش عارف لا يجيبها ولا لا، كل الاخطار نتاع البطاطا وتاع الخضروات يديها الفلاح العتق نتاعو، الخساره يديها هو، الا تذبذب السوق هو، الا امرض هو، الا جات فيضانات اللي اليوم الفيضانات ربي عطانا اموال واعطانا امطار الحمد لله يا رب العالمين، ولكن نروحوا للخساره اللي داوها الفلاحين. اذا الفلاح نهار اللي يجي له انسان ثلث مواسم، راني نقول لك باللي انا نعرف فلاح، اسمح لي بين قوسين يرحم الشيخ، كاين فلاح العام اللي فات خرج معانا لبرا للشارع الاحتجاج يبكي ويقول كنت نوكل البلاد كامله كيجوني ضياف، اليوم يهرب من ضياف الناس، يهرب منهم ما عندوش، بقالوا الا الماتريال. اذا الناس فلست نتيجه، لا اسمح لي، شوف الناس الافلاس اللي وقع للناس اليوم يا اخي، جينا نقولوا صح ما جيناش نكذبوا، شوف الفلاحين داروا واش عليهم، القضيه نتاع ارتفاع الاسعار، الفلاح اللي يجي ليه واحد، انا ما نغطوش السمك بالغربال، راه فلاح عنده 10 قطارات مول المازوط يسال، والناس تدفع له في اللي شاك نتاعو لانغري يسال، واللي باع له لا سومونس البذور يسالو، يبيعها لاي انسان يجي، انا ما نكذبش على الناس، يبيعها لاي انسان. اللي تحكم في اللي راه متحكمين في البطاطا اللي شروها تحت الارض هما اللي يقدروا يجي ازموا علينا الامور. يعني اذا نعطيك معلومه برك، اون 2011 اين هما المنتجين تاع البطاطا عبر التراب الوطني؟ في 2011 صارت ازمه كيما هذه، الفلاحين تاعو عند فلاهما اللي خرجناها، وما زالت مدير الفلاح نتاع الجي ونتاع تيبازا ونتاع عشلف، وديناها الفلاح من مخزون لسوق الجمله لتكسير الاحتكار، حنا اللي درناها. شكرا. يعني صح، التجار يلعبوا دور كبير في رفع الاسعار. سيد غمام باختصار اعطيني رايك. احنا اذا كان باش نتكلموا على سلسله تكامل الشعب، هذا في سلسله، الفلاح المهمه تاعنا انتاج، ينتج يسوق في احسن الظروف. نعرش فقط اذا كان انتاجنا اليوم في الجزائر ناعمه وليس نقمه، حدث لم يكن في الحسبان السنه الماضيه ندير الربط، درنا طفره يعني الحمد لله، انا رفعنا تحدي ومستعدين احنا في كل الظروف ننتج باش نأمن هذا الغذاء للساكنة في الجزائر. يبقى التنظيم، يبقى التنظيم، نحن الآن الدور الثاني، الآن الحلقات المفصلية، احنا ننتج، إذا التاجر عنده دور
ويبقى الاسواق هذه كاين ناس يدخلوا في التنظيم تاعها. احنا دورنا يجينا احنا نقول لك حتى مول الشاحنه اللواد اليوم لو كان مول الشاحنه يختينا لوين نبيعوا؟ انا نحييهم مول الشاحنه اللي باتوا في البرد في اربع درجات بروده تقريبا راهم يباتوا في الكمين نتاعهم وحاطين دراهمهم هاك معايا وقاعدين هم اللي راهم مسلكين اليوم احنا ننجو هذاك معناها لولا التاجر لما ما يكونش عندي سوق من هذا من جهه اذا كاين تفضل هذا من جهه من جهه ثانيه احنا اليوم باش نطمن باللي الان الوفره راهي كاين في البطاطا حتى لشهر رمضان يعني نقول لك انا البطاطا راهي موجوده الان انا نقول لك الواد لوحدي ها باش ما يغلطنا حتى واحد الواد لم تحبس القلعه بل القلع متواصل يومي تحبسوا القلع نتاع احنا عندنا حتى لاخر مارس ان شاء الله وانتم تقروا باذن الله نقروا تحت كل طائرة الظروف حتى لو كانت تكون امطار في الشمال وضعيه الواد الخصوصيه نتاعها الرمليه نقدر نقلع تحت كل طائله الظروف كسر المضاربه هذه من جهه نعرج لك فقط على نقطه اخرى قضيه الطماطم ساهمنا مساهمه فعاله العام الماضي حتى الطماطم ربما شهدتوا ارتفاع سعر هذا العام ارتفاع جنوني لكن سعر الطماطم 160 دينار هي خلفك سيد غمام نعم لكن العام الماضي الواد بحكم انه مفصليه وين دخلنا طماطم في وعطانا ربي خصائص فصول أربعة وين في ثلوج يستحيل عن بعض دول العالم باش يوكلوا شعوبهم غلال طبيعي من حق احنا الواد الجزائر قاره درنا 2000 وتقريبا 400 هكتار السنه الماضيه حدث لم يكن في الحسبان بيعت باسعار بخصه هذيك اللي خلت الفلاح اليوم متخوف وبالرغم من ذلك عاودوا الفلاحين زرعوا ورفعوا تحدي وملتهبه في ولكن هذا العام على بالك حتى البرد حتى البرد اسنا هذا العام حتى حتى البرد اثر على الطماطم ما طبطش قاعده تخضر شوف عندي نقطه نظام بالله دقيقه نقطه نظام باختصار فقط لازم لك وري للناس قول لهم باللي شعار راه يدير الطماطم في بالسكره وفي واتشوف وعند الفلاح وشعار راه يدير في الطابله الفلاح راه يبيعها بجد معقول السعر صح. شوف لازم هنا نعرفوا الحقيقه تاعها راح نوصل لو بري السعر اللي راه يبيعه الفلاح في متناول الجميع اعطيني في 30 ثانيه في 30 ثانيه سيد اسمح لي سيد غمام في 30 ثانيه سيد علي بكروش يعني الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الان كيف الان نظموا السوق وكيف نكسروا الاحتكار عندكم مضاربين كثير في مستوى الروعة يعني نتحدوا بيناتنا وزارة الفلاحة مع الغرف مع الاتحاد التجار والنظم السوق لكن التجار دائما هنا يعني هذا يتهم الاخر وهي حقيقة مرة يعني لازم نستعرفوا بالحقيقة إلا غلطنا احنا نستعرفوا ونقولوا باللي كان ماشي تجار مع النفس التجاري 40 كيلو 40 دينار في كيلوغرام يعني لا هذا الفلاح لو يصير الفلاح هو يتبع السوق الفلاح هو اللي يحط المنتوج تاعو عند المضاتات نزيد انا نقول لك حاجه في ولايه الواد يعني نشكر معالي وزير الداخليه اللي وافق على بناء سوق في الواد هذا الخرجه تاعو الاخيره هو مشكور يعني ولايه الواد ما كان ما فيها السوق الجمله للخضر والفواكه نعم. يعني وهذه المره وين كان في 2017 باش راح يديروا سوق وهما مشكورين هما مشكورين للاسعار باختصار نعم. تعرفي في 10 ثواني نعم. لماذا ارتفعت الاسعار عند التجار الفلاحين المهنيين يقولوا انه الاسعار خرج ب 20 دينار 15 دينار الاسعار ووزاره التجاره الترانشات في هذا الطريق دارت أنا يعني رساله او فيدروت اللي تلزم على الفلاح وتلزم على التاجر يعني باش يديكلاري يعني هناك مضاربه فقط السيد علي لا هما متواطئين الفلاح مع التاجر هناك على بالك الفلاح تواطؤ يعني الفلاح والتاجر من يضبط السوق نعم دقيقة فقط شوف هذه نتكلم على كل صراحه نتكلم نعم الفلاح صاحب التاجر خاطرش التاجر ولا راح يبيع له يعطي له الدراهم شكرا شكرا سيد فلاح والتاجر متواطئين سيد شريف عمري في الحقيقة السؤال كيف ستضبطون السوق لا السؤال اللي يطرح كي نسيبوا أسعار كما هذه جنونية تاع 160 دينار من المستفيد هل الفلاح يستفاد ما يستفادش الفلاح هل المستهلك يستفاد ما يستفادش المستهلك من يستفيد فيه متدخلين مين؟ داخل ما بين الوسطاء ما بين حاشا نهضروش على التجار الشرفاء والمنظمين كاينين شرفاء وما يقبلوش هذا الشيء هذا حتى المضاربة حرام الفلاح راه يبيع بالاسعار المعقوله الخلل اللي راه صاري الربط ما بين المنتج ما بين الفلاح والمستهلك هنا لازم رانا نعملوا باش تدخل بالمرافقه تاع وزاره التجاره والتنظيمات المهنيه تاعها التدخلات اللي رانا قايمين بها هو تعزيز التنظيم
تنظيم المنتجين، تنظيم المتدخلين، تنظيم المستهلكين، وخاصة الإجراءات اللي تقوم بها الدولة لإنشاء هذه الأسواق الكبرى تاع ماغرو والأسواق الجوارية. هذه بالتنظيم تاع المنتجين راح تقضي على المضرة. شكرا سيد شريف عماري. نقدر نعطيك 5 ثواني إذا تعطيني إجابة. نقول لك حاجة، عندي عامين راني نتكلم في واحد القضية، ونوجه التحية للسي عبد المجيد تبون اللي أعطى أوامر باش يوقفوا استيراد الحوامض في الوقت اللي نكونوا ننتجوا فيها. شكرا جزيلا لك مشاهدينا. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج النقاش الاقتصادي. أشكر سيد شريف عماري مدير ضبط وتطوير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة. شكر كذلك موصول إلى سيد حاج علان رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلة، وسيد غمام حامد بكار رئيس الغرفة الفلاحية لولاية وادي سوف، وكذلك السيد سيدي علي بوكلوج ممثل الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين. شكرا لكم أنتم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.